السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. أهلا سيدي عادل. كدير سي الدكتور كريب لاباس؟ بارك الله فيك أخويا أكرمك الله. كدايرين مع هاد الجائحة ومع الظروف الحرجة والمقلقة بالنسبة للجميع؟ والله خويا ما كنشعر لا حرج لا قلق، حنا كنعتبروا هذا قدر الله كيتنزل في ملكه، حنا غاديين مع قدر الله. والحمد لله. الحمد لله والشكر لله رب العالمين على لا إله إلا الله. لا الله يفرج على الجميع. سي كوريبان بغيت نسولك على واحد جوج المسائل ولات عالقة في الدين ديالي. يا خويا. المسألة الأولى هي مصطلح تفسير القرآن الكريم. أنا بحال وليت ضد هذا مصطلح التفسير، ماشي ضد وإنما لست معه. نعم. أنا مع مصطلح تأويل القرآن الكريم. نعم. هذه المسألة الأولى. أيه. لأنه لجينا نشوفوا السنة النبوية تحث على أنه في الدعاء اللي في الحديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام دعا مع سيدنا ابن عباس بحسن التأويل، يعني الله وفقه في الدين وعلمه التأويل. إيه؟ ما أيه سيدي. نعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأغلبية في الكتب ولا في الكلام ديال الناس تدلي صلى النبي كيقول لك صلى الله عليه وسلم. أيه؟ أنا هنا كنجي أجيد إلى شدينا الآية، شدينا أسباب النزول ديال الآية، وشدينا السنة النبوية، ثاني كنلقى خصنا الصيغة المثلى هي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. نعم. هذه كتبها لي إذا هزينا الذكر الحكيم وهزينا السنة النبوية استنبط منهم أنا هذه المسألة، هذه أنه إذا قلنا صلى الله عليه وسلم بحال قرينا بالجزء الأول من الآية اللي كتقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا هنا كنقول هنا صلى الله عليه وسلم كتمثل هذا الجزء هذا. وفي ملي كيقول لنا الله لي والجميع كيقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني واجب منا خصنا صيغة دعاء هي كنوجد أنا اللهم كما علمنا النبي في السنة النبوية عليه الصلاة والسلام. أيه. من يسولوا الصحابة قد علمنا كيف السلام عليك يا رسول الله، فكيف الصلاة عليك؟ استلبت عليه واحد شوية المسألة ويقول لهم قولوا اللهم صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على محمد. المهم راك تعرف هذه المسألة. أنا دابا مع أول مكالمة عبر الأثير وهذه راني شوية واحد هذه بالنسبة لهذ جوج المسائل. أو راني جد فخور وجد سعيد بهذه المكالمة هذه، وفخور بأمثالكم في المغرب. المغرب ليش غنقول لك بلد المتفرد الفريد، وأنا كان أنا 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 هذا الانتماء ديال هذا البلد الشريف هذا فخر لي في الدنيا هذه، والله العظيم بالله. كنشكر الله رب العالمين، كنشكر النبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام، كنشكر ثاني واحد السيد اللي من تريك النبي عليه الصلاة والسلام وهو حامل لواء الفخر والعز والرخاء والتمكن والعطاء، اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي هو سي غلط هو سيدي محمد السادس نصره الله. الله يديم علينا عزه. الله يديم علينا عزه. امين. اللهم امين سيدي محمد. المسألة اللي بغيت نختم فيها وهي ربنا غير نضحكوا بها شوية. أيه؟ هي ميد راديو. اش كتعني ميد راديو؟ عندي انا عند عادي القاضري. إيه؟ ماد كتعني لابريفياسيون ديال محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. وراديو أنا عطيته واحد الارتجال اللي هو لغابياسيون أنونيم ديورابل ديال لي زانتيليجونس أوفيرت، هادشي اللي غنقول لك، ولا لي زانتيري أوردينار ولا شي حاجة بحال هكا. وسمح لي إلا طولت عليك. شكرا كلام جميل. كنطلب من جميع المستمعين أنهم يلتاجوا للرب الرحمن الرحيم. ما غاديش يضيعوا معه. يا رحمن يا رحيم. شكرا لك سيدي عادل القادري. شكرا، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. هذه مداخلات جميلة جدا ولفتة علمية فكرية. الأولى
سيدي عادل يتكلم لنا على قضية الفرق ما بين التفسير والتأويل. سيدي عادل قال لك أنا لا أرتاح لمصطلح تفسير القرآن، وإنما سنقول تأويل القرآن. على مدى اعتمد سيدي عادل؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال اللهم علمه التأويل وفقه في الدين، لم يقل اللهم علمه التفسير. سيدي عادل هذا الكلام اللي قلتي هذا علم كبير، علم طويل وعريض، أشبع في العلماء بحوث كثيرة. حنا كنذكر كنا في الجامعة 4 سنوات ديال الدراسة المتصلة حول هذه القضية التفسير والتأويل، وفيه المئات تاع المجلدات. وسبحانك يا جليل، غزارة العلم ديال العقل المسلم في كل زمان، كنلقاو تطور الفكر ديال التفسير وديال التأويل عبر الأزمنة، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، القرون الفاضلة، القرون ديال الانحطاط الفكري، وكنلقاو أشكال وألوان. لو أردت أن أتكلم في هذا الموضوع ربما أبقى شهر ولن أنتهي، لكن باختصار شديد القضية التفسير والتأويل هي في المصطلح ما معناهما. التفسير من فسر يفسر معناه وضح، كنقولوا فسر الصبح إذا أضاء، فالمقصود أن المفسر كيبين وكيوضح الصورة. على الصورة هي مظلمة، على الصورة هي خفية، يقول لك لا الناس ماشي بحال بحال، الناس مقامات، كاين الناس اللي عندهم العلم الواسع وكاين الناس اللي هم بسطاء. وفي عهد الإسلام كيف نشأ التفسير؟ نشأ لأن كان هناك أمم دخلوا في الدين الإسلامي ما عندهم لغة عربية، كانوا من بلاد العجم، بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد أسيوية متعددة، ما كيفهموش القرآن، يفتقدون للغة العربية، ما كيعرفوش الفاعل والمفعول، ولا المفعول لأجله ولا المفعول فيه ولا أدوات الضرب ولا أي شيء. فهنا ذكر العلماء أنهم يوضعوا لهم تفسير مبسط، واللي كيمشي للديار المقدسة وكيتلاقى مع المسلمين في المخيمات، خصوصا في مخيمات منن، غادي تلاقى مع واحد المجموعة ديال الناس اللي مسلمين عندهم قوة الإيمان واليقين ومجتهدين في العبادة، ويقرؤون القرآن بخشوع وبإتقان، لكنهم لا يفهمون إلا ما أعطاهم الله تعالى، لأنهم يفتقدون للغة العربية، اللغة العربية المفتاح. من ثم العلماء وضعوا التفسير ليه مبسط. احنا الآن بعدنا ماشي العشرات، عندنا المئات تاع الكتب والمصنفات تفتخر بها المكتبة الإسلامية كله في التفسير. التفسير معناه الفهم القريب، الفهم القريب. كان الآية كان نشوف السبب النزول ديالها، وكنشوف سبب الورود ديالها، وكنشوف السياق والسباق واللحاق، وأين نزلت وفي من نزلت، وشنو الأحكام المرتبطة، وكيف ممكن أن أنزلها على أرض الواقع. هذا هو التفسير. كل آية مثل الآية اللي ذكرت الآن، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مثلا بغينا نعرفوا التفسير ديالها، غادي نلقاو بأن النبي الكريم زمن نزول هذه الآية كان يمر بظروف صعبة، كان يمر بمشقة زائدة، وكانت الأبواب مغلقة، وكان يرى ذلك في وجهه، صورته تتمعر. الصحابة كيعرفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون فرحا ومتى يكون مهموما، غير من صفحة وجهه. إذا كان وجهه هكايا في 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 قلق، كيعرفوا بأنه مهموم. لكن استمرت هذه الحالة عنده أيام طويلة، وجهه متمعر. ديك الليلة خرج من المقصورة لكي يصلي بهم مع الفجر، وكان وجهه مشرقا كأنه مذهب يتلألأ. صحابة تفاجئوا، يا رسول الله رأيناك هذه الأيام كل حزين، غير بالأمس كنت حزين مهموم منكسر، ودابا خرجت لنا وجهك متلألئ مبشور، ما الذي وقع؟ وهو يبتسم وعيناه تبتسم. قال لهم لقد أنزل علي الليلة هذه الآية. فتلا عليهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دابا هنا ذكرنا أسباب النزول. المعنى أن الله تعالى يتكلم عن ذاته العلية، إن الله، الله في جلاله، الله في كماله، الله في عليائه، يصلي على النبي، ليس بمفرده
ملائكة الرحمن كم عددهم؟ الملايير. ملائكة الرحمن بملايير الملايير الملايير. سيدنا النبي مرة كشف لي الله ستر الغيب، قال لك أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في موقع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله. شاف الكون كله 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 كأنها ذرات الهواء في كل مكان، ملك ساجد لله. لما رأى ذلك الأمر صار خاشعا لا يستطيع أن يرفع رأسه. إن الله وملائكته كلهم يصلون على النبي، يعني أهل السماء كلهم يصلون على النبي. فقالوا يا أهل الأرض، يا أهل الأرض، يا أيها الذين آمنوا، احتنتما اقتدوا بأهل السماء، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا صلوا عليه. الصلاة الأولى صلاة ربنا على نبيه هي عبارة عن دعاء له وعن تشريف وتكريم له. أما نحن صلاتنا عليه فهي دعاء، كنطلب الله تعالى يعطي المقام الأحلى ويكمل عليه الرضا. كندعيه مع سيدنا النبي بالمزيد من الخير ومزيد من التألق عند الله تعالى. أما الله تعالى فإنه صلاته عليه كأنه يثني عليه خيرا، هذا التفسير. وسلموا تسليما، قرن الصلاة بالسلام. تسليما بعض العلماء قالوا بأن الصلاة عليه أنوار، لما تصلي على النبي تدرك أنوار، وتدرك أنوار عظيمة مشرقة قد تحرقك وقد تحرق من حولك. فسلم سلم لله، قل اللهم سلم سلم. فقارن الصلاة بالسلام، سلم وتسليما. التفسير يقوم ببيان المعنى الظاهري للآية، أما التأويل هذا معنى آخر. التأويل بعيد جدا. التأويل هناك نوع من التأويل، هناك التأويل المقبول والتأويل الفاسد. التأويل الفاسد استعملوا العلماء واستعملوا الفرق الكلامية وبعض الصراعات اللي كانت في تاريخ الإسلام، لأن تبرز مجموعة من التيارات ومجموعة من الفرق، إما كلامية ومذاهب فقهية وتيارات سياسية، ويستدلون بالقرآن ويؤولون. مثلا إذا بغينا نعرفوا مثلا غير المشكل ديال الشيعة والسنة، قد يلقاو تأويلات كثيرة وخطيرة. ملي غتقرا مثلا كيقول لك مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. المعنى هناك بحرين، البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي في واحد منطقة معينة كيتلاقاو، ولكن بينهما برزخ واحد الحاجز الآن ثبت علميا. التأويل ديال أهل الشيعة أيام زمان ماذا قالوا؟ قالوا المعنى هو أن مرج البحرين يلتقيان، يعني قال لك هو زواج سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه مع السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، هذا معنى مرج البحرين يلتقيان. بحر من العلم والإيمان غيتزوج مع بحر من العلم والإيمان ويلتقيان، إلى أن يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان كيقول لك اللؤلؤ والمرجان شكون هما؟ هما الحسن والحسين. الحسن والحسين خرجا من زواج المبارك بسيدنا علي وسيدة فاطمة. أي نعم، أهل بيت رسول الله أعلى مقام. لكن هذا تأويل غريب، هذا تأويل ما فيه، بعيد عن المصطلح اللغوي والمعطى العلمي، هذا يسمى بالتأويل. من ثم العلماء وضعوا شروطا للتأويل، الناس اللي يستغلوا القرآن الكريم لأغراض أخرى، يستغلون كلام الله سبحانه وتعالى لأسباب أخرى غريبة لحاجة في أنفسهم. وضعوا العلماء علم قائم الذات اسمه علم التأويل، وضعوا في شروط، لابد أن يكون النص الديني سواء كان قرآن عظيم أو سنة نبوية، يكون مصار بلغة عربية وفي مراعاة السياق والسباق واللحاق ومراعاة أسباب النزول وأسباب الورود وكيف يمكن أن ننزله على أرض الواقع وكيف يمكن أن يكون له تداعيات أخرى. علم كبير وطويل، ربما لو تمكننا إن شاء الله نديروا فيه دروس إن شاء الله. كنتمنى إذاعة ميد راديو كما قلت في هذا الكلام الجميل أنها ميد راديو، أنها ميد تستمد أنوارها من سيدنا محمد في الجانب الديني، وأنها في جانب الراديو أنها تقوم بالانفتاح والبحث عن تقنيات الحياة المتقدمة. إن شاء الله نتمنى تكون أكاديمية ميد راديو، وأنا مستعد إن شاء الله ندير فيها دروس للتقوية في العلوم الشرعية، في علوم القرآن وعلوم التأويل وعلوم التفسير وعلوم الحديث وفقه الحديث
وعلم الأصول وعلم المقاصد وعلم العقيدة وتاريخ الأديان والمقارنة بين المذاهب الفقهية، المذاهب على المذاهب الفقه على المذاهب الأربعة، وما يتعلق بعلم السلوك اللي كيتسمى علم التصوف بالمعنى المعاصر اللي هو بعيد عن البدع والضلالات وفي التزكية الروحية وغير ذلك في تاريخ الإسلام وتاريخ الحضارة والفكر الإسلامي، مواد كثيرة وعريضة. أتمنى إن شاء الله يأتي واحد الوقت ميد راديو تنهج واحد أسلوب آخر نسمه أكاديمية ميد راديو، نرتقي بالمستوى الفكري والثقافي عند عموم المستمعين والمستمعات، خصوصا اللي هما ما تمكنوش باش يقراو في المدارس أو في الجامعات، وخصوصا اللي هما قراو علوم أخرى في التدبير والتسيير والاقتصاد والطب والهندسة لكنهم ما قراو العلوم الشرعية. نتمنى إن شاء الله يجي واحد الوقت نستعملوا ما يسمى بالجامعات الشعبية. الجامعات الشعبية كانت المغرب وهذه 21 سنة كان جهاد النداء مع الحكومة اليسارية، كانوا كيطالبوا بجامعة شعبية لفائدة كل المواطنين وتنعقد في فصل الصيف، ما عندها علاقة بالشواهد ولا عندها علاقة بالدبلومات ولا عندها علاقة بالتوظيف، ولكن عندها علاقة بالوعي ورفع المستوى الفكري عند عموم أبناء الشعب. وكانت فكرة جميلة أحيي من ذكرها، هذه 21 سنة كان ذكر كنت حضرت مع واحد مجموعة منهم وتبارك الله فرحنا، قرأوا الاقتصاد السياسي، قرأوا الحقوق، قرأوا بزاف الأشياء. فأسأل الله تعالى يبارك في الجميع، وإن شاء الله الوقت ضاق بنا أيها الأحباب الكرام، وكنتمنى إن شاء الله أكاديمية ميد راديو تنهج هذا الأسلوب ونكون سعداء بأن نقوم به. شكرا لك أخي عادل، الوقت أدركنا وعندي إشارة بأن الوقت انتهى. أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.